أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامجكم الحديث. تستعد مملكة البحرين خلال الأيام القليلة القادمة للاستحقاق الديمقراطي المتمثل في الانتخابات النيابية والبلدية، وفي هذه المناسبة يسرنا أن نستضيف الأستاذ عبد الله صالح التميمي المرشح النيابي عن الدائرة الثامنة في المحافظة الجنوبية. أهلا ومرحبا بكم أستاذ عبد الله. أهلا وسهلا. في البداية عرف الجمهور بنفسك وبأهم ما في سيرتك الذاتية. أنا اسمي عبد الله صالح التميمي وأعمل في وزارة العدل. كنت أعمل في وزارة العدل منذ العام 1977 لغاية 2017 لمدة 40 عام. في البداية عملت أمين سر في محاكم التنفيذ، وبعد التخرج حصولي على الليسانس الحقوق سنة 1990 عملت باحث قانوني في محاكم الاستئناف والتمييز، وهذه القسم يتلقى الاستئنافات اللي تقدم ضد الأحكام الصادرة من المحاكم التنفيذ والمحاكم الصغرى المدنية والصغرى الشرعية والمحاكم الكبرى المدنية والكبرى الشرعية ومحاكم الاستئناف العليا والطعونات المقدمة إلى محكمة التمييز. فصفة باحث قانوني يعني أي قضية فيها اعتراض أو استئناف لازم تمر علي بصفة باحث قانوني عشان ترفع إلى المحاكم اللي راح تنظر الاستئناف يعني. واستمريت لمدة 20 عام كباحث قانوني من سنة يعني لمدة 20 عام من سنة 20 عام في وزارة العدل لغاية 1996، وبعدين انتقلت إلى إدارة التوثيق، عملت بصفة موثق، وبعد ذلك عملت بصفة رئيس التوثيق، موثق أول، أول موثق، بعدين موثق أول، بعدين استلمت منصب رئيس التوثيق، وعملت فترة وجيزة بصفة مدير إدارة التوثيق بالإنابة. يعني مجموع الخدمة استمرت لمدة 40 سنة كلها في المجال القانوني في وزارة العدل والشؤون الإسلامية. وما هي أهم منجزاتك على الصعيد المهني وعلى الصعيد الشخصي؟ أكيد أنا لما اشتغلت في ذي المحلات اللي هي المحلين إدارة المحاكم وإدارة التوثيق، أنا ما كنت كموظف سلبي، موظف أنا إيجابي. في المكان اللي اشتغلت فيه أكيد لازم تطور. يعني أنا مسكت العمل في هاي الأقسام ما كانت مثل ما تركته. الإنسان ما يشتغل بس ويشتغل وياخذ راتب، لازم يدور السلبيات وين موجودة وشنو الإيجابيات اللي تصير. لما رحت إدارة التوثيق في 96 الوضع ما كان مثل الحين. إدارة التوثيق النصوص أصلا اللي موجودة في الإدارة، نصوص الوكالات، نصوص العقود ما كانت بالطريقة هذه. فأنا عدلتها من الناحية اللغوية، عدلنا كل شيء يعني طورناه لين وصل لذي المستوى. بس أنا يعني اهتمامي كان في مجال عملي، إن أنا أعمل وأطور، أعمل وأطور مع المسؤولين بالتشاور مع المسؤولين. وما أقدر أشرح لك شلون كان التطور لأن ذي يأخذ وقت، والتطور اللي صار تطور كبير مش قليل. يعني 180 درجة تغير العمل يعني عما كان عليه في السابق. نصل الآن إلى السؤال الأهم، ما هو البرنامج الانتخابي الذي ستقدمه للناخبين، وماذا ستفعل لهم عندما تكون تحت قبة البرلمان إن شاء الله؟ أكثر اللي داشين المجلس أنا ما أذكر لك أسماء رايحين يعدلون وضعهم المادي، مو برايح ومجاني يشتغل. جيب لي واحد راح المجلس وقال أنا أشتغل مجان، إحنا خلينا ذي السالفة. لكن أنت لما تكون في المجلس أنت شنو دورك؟ هل ولاءك للوطن ولا عندك برامج انتخابية حطها على الورق؟ صحة، تعليم، طرق، بناقش موضوع المتقاعدين وزيادة الرواتب، بتكلم عن الطرق، بتكلم عن القيمة المضافة.
أمور كثيرة هذه، هاي كلام حبر على ورق. لا، المجلس مش يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، أربع أدوار انعقاد، أربع سنوات. أنت أربع سنوات كل يوم بتيجي بتقول أنا بتكلم عن الصحة، كل جلسة بتقول بتكلم عن التعليم، طيب والجلسة الثانية؟ فأنا أقول إن الواحد ما يكون عنده برنامج محدد، البرامج هي تخلق نفسها. أنت الأخرضة بكرة أنت بتقوم تتكلم في المجلس، أنت برنامجك بتقوم تتكلم فيه، وأنا إيش أنا قاعد في المجلس؟ مش عضو في المجلس؟ الكلام اللي تتكلمه يمكن أنا عارضه، أما أنا أصير سلبي وأقعد أسكت وأقول لا هذه والله أتكلم عن الطرق، وأنا ما كان برنامجي الطرق، أتكلم عن التعليم، أنا برنامجي مش التعليم، أنا ما لي شغل في أستاذ رضا. اللي بيصير في المجلس، نقاش اللي بيصير في المجلس، أنا لازم أتصدى له، يا أيده يا أوقف ضده. الزبدة من الكلام إن إحنا لا نكون ضد الحكومة، لأن ما في غير هالحكومة هذه، لا تصدق الحكومة الله يعزها، الخليفة هذا لين 240 سنة، حكم الخليفة من 1778، وتمت الحكومة البحرين من أيام دولة البحرين لمدة 200 سنة بدون مجلس برلماني لغاية 1973، لما صار المجلس التأسيسي سنة 1972 وتأسس في سنة 73، انحل المجلس في خلال سنتين. ليش انحل المجلس؟ لأن في تدخل على أمن البلد، أمن دولة، الأعضاء تكلموا في أمن دولة، أمن يخص سيادة الدولة، ما يصير انحل المجلس وتم طال عمرك. تمت الدولة من غير مجلس منتخب لمدة 40 عام، من سنة 75 إلى غاية 2002، من عقب ما تم التصويت على ميثاق العمل الوطني اللي صار بنسبة 98.4 اللي انبثق عنه تشكيل مجلس منتخب اللي هو مجلس النواب، تكون من 40 فرد، ومجلس المعين اللي هو من 40 فرد اللي هو مجلس الشورى. هاي صار في 2002 اللي هو نتيجة تصويت على الميثاق، تم إنشاء هاي المجلسين والمجلس الوطني اللي يجمع بين المجلسين. فيعني تصور 40 سنة بدون حياة ديمقراطية، بدون مجلس، بدون مجالس متطورة، اللي كان مجلس النواب. فيعني واستمر الحين مدة 40 سنة لغاية ما تم تأسيس مجلس النواب في 2002، لكن الناس ما شافوا شيء. المواطن العادي ايش يبي من مجلس النواب؟ في واحد يقدر يقول انه هو يعني استفاد من مجلس النواب؟ خل الاعلام، الناس قابل اي واحد قول له انت استفدت من مجلس النواب؟ 99% بيقول لك احنا ما استفدنا من مجلس النواب. ما في واحد انا قابلته وقال لي والله مجلس النواب استفدنا منه من هاي الناحيه من ناحيه. كل الناس ينتقدون مجلس النواب، اربع مجالس استوت في 2002 و2006 و2010 و2014 وحين 2018. يعني والحل؟ هل نلغي ذي مجلس النواب؟ لا، ما يصير، لازم يستمر مجلس النواب. اللي راح، والأعضاء اللي راحوا قدموا أو ما قدموا هاي شيء يخص ضميرهم، يخص هل هم قدموا وصارت ضغوطات عليهم، هل هم كسلطة تشريعية عملوا اللي يقدرون عليه والسلطة التنفيذية ما تعاونها، وهذه شيء ثاني. لكن هل يتوقف مجلس النواب؟ ما يصير البلد تصير بدون مجالس. فاللي جايين جماعة الجدد إن شاء الله يقومون باللي ما سووا فيه غيرهم. الواحد يسعى يتكلم يطلب من الحكومة، والحكومة إن شاء الله ما بتقصر. اللي ما صار في السنوات اللي راحت إن شاء الله بيصير هالمرة هذه. إحنا عندنا أربع سنين، بتتغير أمور في أربع سنين، الله أعلم شو بيصير في العالم في أربع سنين. الاقتصاد ينزل، الاقتصاد يرتفع،
واحنا نتامل خير. مناسبه الاكتشافات النفطيه الاخيره اكيد هاي لازم ان الحكومه اذا صار الاكتشافات اكيد بيصير بيعم الخير على المواطن، واللي ما صار في السابق ان شاء الله يصير. الحين احنا دورنا طال عمرك الواحد يتكلم، ما يصير سلبي. المجلس يروح يداوم ويرجع، بس ياخذ راتب ويروح يداوم ويرجع. انت تكلم، قدم اقتراحات، ولازم يتحدون كلهم النواب على كلمه. اهم شيء تكون مصلحه المواطنين اللي انتخبوهم يكون في بالهم، مو مصلحته هو الشخصيه. والله انا قابض راتب وقابض كذا وقابض كذا ومميزات وقاعد ونائب ونائب، طيب ما تتقدم شيء؟ يعني ما يصير الواحد يمسك له برنامج محدد، برنامج واحد، برنامجين، ثلاثة، عشرة، ما ينفع. في مستجدات تصير تقول انا ما بتكلم، والله انا كان برنامجي اللي قلت لكم في البداية، اللي قلت لكم انا اللي هي خطتي ان انا بتكلم في كذا وكذا. طيب والامور دي اللي استجدت الجماعة الحين تكلموا عن موضوع ثاني. الحين صارت القيمة المضافة لما بداية التشريع هاي الاخير اللي راح، هل في البداية كان في شيء اسمه قيمة مضافة؟ صار آخر شيء. النائب يقول أنا والله أنا ما كان برنامجي أنا أتكلم عن القيمة المضافة، لا ما بتكلم. أو يأيد القيمة المضافة، أو يرفض القيمة المضافة، طيب، أو يمتنع عن التصويت، أو يغيب مثل ما سوى بعض الناس. فيعني أنا ما عندي برنامج محدد، برنامجي هو الحياة تفرض البرنامج. اما الحين انا احط لي حبر على ورق واقول برنامجي كذا وكذا، لا لا لا. البرنامج بيصير في الجلسه، يصير البرنامج. انا قاعد الصبح حاضر اليوم الجلسه، اللي بيصير في الجلسه هو برنامجي الانتخابي قبل لا اطلع من البيت. ما عندي برنامج. في واحد من الاخوان تكلم في المجلس، هني دوري انا برنامجي اليوم، اليوم برنامجي قبل لا يكون أمس، صار اليوم في الجلسة أقدر أنا أتكلم، هو برنامجي اللحظة. الأسبوع القادم المجلس بيناقش موضوع محدد، هل أنا أقول لا أنا موش برنامجي هذه اللي بيناقشونه الأسبوع الجاي، ممكن أغيب أو أحضر ساكت؟ لا، أحضر أبدي رأيي أنا، ما دام القانون أعطاني حق أطلب أستجوب وزير. ممنوع أستجوب وزير، أنا دي استجوبه نعم، ويرد علي الوزير يتكلم، هاي من حقي انا كنائب، انا لي سلطات اقدر امشي عليها على حسب قانون مجلس النواب، في قانون، في لائحه داخليه، في شيء خطوط حمراء ما تتكلم فيها، وفي شيء لا مسموح اتكلم فيه. المهم انه من الانسان ما يكون سلبي، يكون ايجابي، يفكر في الناس قبل لا يفكر في نفسه. فيعني سؤال قريب صراحة، أن تقول شنو برنامج الانتخابي؟ ما عندي برنامج. أحب أقول لك من اليوم أنا ما عندي برنامج انتخابي. في النهاية هل من كلمة أخيرة للناخبين وللجمهور؟ ما عندي نصيحة لهم، اللي يعرفني يعرفني أنا باسمي. أيوة. أما أنا أكلم الناخبين أقول تفضلوا ورشحوا فلان من فلان، لا لا لا، شنو أطر أنا أصوات؟ كل واحد عارف. اقول احنا اهل منطقه واحده، اكيد انا اذا انا من اهالي الرفاع انا ما بيرشحوني اهالي محرق، يرشحوني اهل دائرتي، وانا ما بقول لهم يا جماعه تعالوا رشحوني، هم يعرفون الناس، اهل دائره يعرفون الناس، انا مو بضروري اقول لهم. انا اقول حق الناس ان لا تصيرون سلبيين تركون الترشيح، ويقول لك احنا ملينا من المجالس السابقة وخلاص احنا ما بنرشح احد، لا لا لا، اكيد لين الجماعة اللي معاك في الدائرة كلهم، والنعم نعم، بس انتم تعرفونهم واحد واحد، لازم تروح تصوت، ما يصير تقعد في البيت. تاريخ 24 تروح اللجنة هناك محل الاقتراع تختار واحد، اكيد في واحد احسن من الثاني، اما تقعد في البيت لا. اما انا ادعيهم تعال وفلان وصوت لي، لا لا لا، انا الوحيد اللي لا عندي مقر
ولا عندي الكلام هذه الكلام الفاضي وعشي وما عشي والسلام عليكم والكلام وخطة وما خطة، لا أنا عندي ناس يعرفوني وعارفهم بس. وأدعو الإخوان المترشحين أن يتركون عنهم ذي الحركات اللي سمعتها، تشويه سمعة الآخرين هاي ما تجوز. أنا واحد أقول لك كل الجماعة اللي معاي في الدائرة كلهم محترمين جدا، كلهم محترمين. أنا أسوي دعاية حق نفسي وأسيء حق الغير، هذه مو بكلام صراحة. شكرا لك أخي عبد الله على ما تفضلت به، وكل الشكر لكم أعزائنا المشاهدين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.